هربا من كوابيس البطالة وبحثا عن مستقبل أفضل، شباب رموا بأحلامهم في عرض البحر وطاردوها عبر قوارب الموت على أمل الوصول إلى ضفة أحلام أوروبا، لكنها لم تكن وردية مثل ما أغرتهم بها مخيلاتهم. فالهجرة غير القانونية شهدت ارتفاعا قياسيا في سابقة هي الأولى منذ بداية العام 2022، حيث تجاوزت 82% وفق وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي. في عرض البحر وعلى الحدود البرية الأوروبية تحديدا، شباب يحرقون كل أوراقهم الثبوتية، فإن عثر عليهم أو عثر عليهم أحياء لن تجبرهم تلك الأوراق على العودة لبلادهم. تقول الأرقام إنه في شهر مايو الماضي ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 75% وفقا للوكالة التي ذكرت هذا الموضوع، التي أكدت أيضا أن أكثر من 40,000 حالة دخول غير نظامي سجلت في النصف الأول من العام 2022 عبر طريق البلقان، وهي أكثر بثلاث مرات من الفترة نفسها من العام الماضي. وأكثر من 16,000 مهاجر غير قانوني عبروا المتوسط فقط في 6 أشهر الأولى من العام الجاري، وهذا رقم مرتفع جدا مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفع عدد عمليات العبور غير النظامي في شرقي المتوسط إلى أكثر من 13,000 بزيادة 116% عن العام الماضي. أما على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي فزادت عمليات العبور غير المشروع بأكثر من 4 أضعاف منذ بداية العام الجاري. في ذات السياق، وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي أكدت دخول 5,500,000 لاجئ ومواطن أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في شهر فبراير الماضي.